السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وكان مزيانة ان شاء الله. المهم كيف ما شفتوا في الحلقة السابقة كليبات بحروا وجراو ولعبوا. المهم دابا احنا طلعناهم من البحر وهما طالعين بهم للدار، دوزناهم على الطريق هذه كيف ما كتشوفوها. المهم لعبوا تما واستمتعوا، دابا الدنيا كاملة محصودة، ما بقيناش كنلقاو مشكل في الطريق مع الكلاب. شحال هادي كنتي كدوز خصك تمشي مع الطريق وكتكون الطريق عامرة بالناس وبهادي. المهم دائما كنتفادى انني نخرج بكلاب بزاف. المهم اليوم دابا منين كلشي تحصد كنمشيو في وسط الحصيدة، كتبقى الطريق بعيدة واخا يكون دايز شي واحد بلادي ما نلقاوش معاه مشكل. هو ما عنديش انا الكلاب اغريسيف، ولكن نتوما كتعرفوا بنادم كيخاف وهادي يقدر شي واحد يجري يتبعوه غير يلعبوا معاه ولا هادي مهم. الحمد لله دازت الامور كامله طيبه، طلعنا من البحر دوشت لهم كاملين هانتوما كيف ما شفتوا في الفيديو السابق، دوشوا كاملين لعبوا هادي. من بعد جبناهم لهاد الحصيده عاوتاني لعبوا معاها. دابا كيخصهم يمشيو للدار باش يرتاحوا ويشربوا ويتكالموا. كاين فيهم اللي باقي فيه الانرجي بحال هاد البيض ايز، راه باقي فيه ما يجري. بحال مايا طلقناها كتبقى مؤخرة عليها، ربطتها لعبات شي شوية من بعد كتبقى كتمشي كتبعد، هاديك الشي علاش ربطتها. روكي هي هو ملعبش بزاف، المهم هي وكيخرج من المجموعة كيبقى تابعنا من بعيد ومخلي انا على خاطرو ما بغيت نبزز عليه والو. المهم بالنسبة لبصمة وهاد اللانتا هادي ما كيتهدوش، دابا هزلو صمالو حالو ها هو معاها، راه هاد الشي حدا فمو. لونا تبارك الله عليها الانرجي طالعين بزاف، ما عرفتش انا هاد الكلبة ما كتعياش. المهم من تما من ديك راس الجبل شفنا هاد الشجيرات، قلنا غادي نجيبوهم يتسلاو شي شوية هنايا حيت غادي تكون ضروري الشميشة غلباتهم. المهم فرحت بزاف منين الكليبات عجبهم الحال في هاد الخريجة هادي وبحروا. شوف تبارك الله البحر كيفاش كيبان من هنا، قرب عليه شي دار البحر تبارك الله كيبان، كتعرف كيبري نقي والما سخون هنا الدراري اللي كيعجبو البحر الما سخون. ولكن هاد العام محال واش غادي نستمتعو مع هاد الصباحة. لونا علاش كتقلب؟ عرفتي شكون اللي منعنا ما خرجناهش؟ راه كنت غادي نخرجو ونسيتو، والله الا غير نسيتو كنت غادي نخرج معاهم زريقة ديك الكلب ستيتو. الصراحة منع مسكين، دابا مع التلفة ديال الخروج وهادي نسيتو، ما هو اللي ناقص في المجموعة. ان شاء الله المجموعة الجاية غادي يكون فيها، يعني المجموعة الجاية ما غاديش نكونوا بعادين على الدار بزاف حيت غادي يكونوا فيها لي بتيراس، غيكون فيها زريقة وتكون جولية وغادي يكون سوسيطا وشكون ما خرجش اخر. حنونا بعدا الدراري راه طاحت اون شالور، راه خاصها تتزوج، باقي ما لقيتلاش الذكر. راه دابا اليوم 3 ايام وهي اون شالور، يعني نهار التاسع خصني نكوبليها، يعني باقي لها دابا 5 ايام، لا باقي لها 6 ايام خصني نكوب ليها، باقي ما بانش الذكر ديالها. المهم الا حرفت وما لقيتش الذكر نفس الاعراس ديالها غادي نكون مضطر انني نكوب ليها بديك الذكر اللي عندي في الحانوت ديال الصيادة. راه غادي تعطي معاها فروخة مزيونين، غادي يجيو مع بعضياتهم ان شاء الله. فعاود ديك الكحل كاين فروخة يخرجوا شي كحل شي قهوي، المهم هما يخرجوا بويط ومنقطين بالكحل ولا بالقهوي، كنظن غادي يكونوا زوينين ان شاء الله. المهم ديك الساعه غادي نتبع معكم المراحل ديال التزاوج ومراحل الولاده ان شاء الله. يدعيوا معاها مسكينه، راه عليها ما خرجتهاش اليوم، ما هي دائما كنخرجها هي وجاك ما كنلقاش معاها مشكل، ما كنربطهم ما والو، كيسمعوا الهضره يعني كتحكم فيهم غير بفمي. اليوم ما خرجتهاش من حيث اون شالور، غادي خصني نبقى حاضيها وديك الشيء علاش دابا ربطتها الجرده وربطتها. المهم روكي ها هو، روكي فشكال، روكي منين كيخرج مع المجموعة كيكون مكالمي، منين كيخرج بوحديتو عاد
كيلعب وكينقاز وهادي. المهم دابا راه مكالمي ما عرفتش مالو، صحيحته مزيانه هادشي ديالو، ها هو بدا كيطلع شتو الدراري. هادي هي البلاصه اللي كانت عنده قرعه، بزاف ديال الناس كيسولوا عليها. هادي هي البلاصه اللي كانت عنده مسلوخه، دابا الحمد لله نط فيها الشعر، هي مابقاتش كتبان له اللحمه ولا مزيان، مابقاش كيسعل. انتم لاحظتوه راه في هذا الفيديو، في هذه الفيديوهات اللي دازو كاملين ما سعلش ما كح ما والو، ولكن الكلب شفتو بحال اكتئب شي شويه، ما عرفتش علاش. مناش انا كنتعامل معاه ولكن ما عرفتش شنو اللي كان وقع له، ما عرفتش علاش دار هكا. والمرض ماشي مريض، ماكله كياكل هو كيضحك. المهم ان شاء الله راه غادي يولي مزيان، راه خاصو غير شي شويه ديال الوقت. مايا شنو كدير؟ كتاكلي التبن كاع. هيا مايا، هيا كتلعب. سبحان الله العظيم مايا عندها واحد الوجه مزيون، جات لهنايا ودارت الشلاقم، عندها الوجيه مبوقص. شوفوها، شوفوا على طبوقيسها كيفاش. يا البوغوسا، يا البوغوسا، بوغوسا هاد الكليبة هادي. هما كاملين باقص، كل واحد سبحان الله العظيم والشوفة ديالو. شوف ملي كتشوف مايا الشوفة ديالها، شوف بوصمة تا هو زويون، عندو الحروف ديالو زوينين اللي هضرت عليه زومي عليه. بوصمة زوين، كيعجبني الشوفة ديالو. هذا بوغوسا، هذا ما تهضرش على التبوكيسا ديالو. شوف شال عوينه تبارك الله، حل عينيك، حل عينيك، احفر على زينك اصاحبي، كيتواضع ما خصوش يبان زوين. شو سبحان الله العظيم، كل واحد والشوفه ديالو. ملي كتشوف له في الوجه ديالو كل واحد، وكتكون عنده واحد النظره، واحد النوع ديال الجماليه هذه. عاوتاني ديك الودينات صغيورين وهاد الزغيبه، المهم جات فني ونا زوينين. كنشكر واحد السيد بعد واحد المتتبع ديالي اللي عطاني واحد النصيحه، قال لي تبقى دير لها ليبطون. المهم خليوني الدراري نجرب هاد القضيه هادي، واذا كانت مزيانه ديك الساعه غادي ننصحكم بها. قال لك ليبطون ديرو في الماء غير يسخن شي شويه وجبدو وكمد لها بعينها، ديرها في عينها. قال لك لمده 6 ايام ما غاديش تبقى الدمع. باقي ما بديتش معها، ولكن اليوم غادي نجيب لها ليبطون وغادي نبقى نديرو لها يوميا، وعلى الله ان شاء الله تولي عندها بالعينين مزيانه. ها هي هذه اللي كدمع، هي ماشي مريضه ما حمراء ما والو، ولكن كدمع. اجي وهي ولا شنو شفتي؟ هذاك داير بحالو بحال دي، شي شي عامل بحالو بحال دي. اجي يلا، اجي اي اما هذا عاوتاني تبوكيصا، هذا تبوكيصا ديالو بوحديته، هذا عامل بحال الفورمه ديال الثعلب، ماشي تا ديال الديب. الديب سبحان الله العظيم. ولكن شوفوا الدراري التبوكيصه، شوفوا العينين، شوفوا هي الكتكوت كامل عامر بالخش، انا عرفت فين دخلتي. ولكن تبحير اضرب قد لا لونا الغزاله. هذه كتبان لك سبحان الله العظيم، كتشوف لها في عينيها كتبان لك الشيطين، كتبان لك شيطانة شيطانة. شوف يلا دابا كنظن راهم ارتاحوا شي شوية، كنظن راه ارتاحوا. شوفوا الدراري روكي نعاس كاع، شوف روكي صافي نعاس، تصهات تبحر جرا لعب. الشيطانة هادي تبارك الله عليها 55، باش ما نعينهاش ما كتهدش ما كتهدش. المهم اخوتي دابا غادي يكونوا ارتاحوا شي شويه، نشبروا بهم الطريق. يلا نوصلوا، يلا نزيد يا شباب. هيا 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 اصدقائي، يلا زيدوا بحال زيدوا بحال. المهم حاولت انني ندير لهم طويلة وغنشيتهم معها باش كيبقاو مجموعين، باش كندير الاحتياط الى مشاو بانو شي غريمات، شي واحد عنده شي بقار ولا شي غنم على غفلة، ولا شي واحد دايز ما يجريوش له، حتى الى جراو كيتشبكوا مع بعضياتهم كنقدر انهم نشدهم.
مهمة. يلا زيد 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 زيد. وكنصح الدراري دائما منين يخرجوا مع الكلاب ديالهم يبقاو يديروا الحصيات لهادشي هذا، ويبقاو يردوا البال بالنسبه للعواور الصغارين، بالنسبه لشي مرا حامله، بالنسبه للغنم البقر، شي واحد مخرج كيرعى. مهم يكونوا دائما رادين البال مع الكليبات ديالهم. انا علاش وليت كندير هاد الاحتياطات؟ حيت راه ديجا وقعت في مشاكل بحكم الاحتكاك ديالي الكبير مع الكلاب. مهم فايت لي وقعت في مشاكل، فايت لي وقعت واحد المره واحد الكلبه قتلت لي واحد الحاولي، واحد المره عاوتاني واحد الكلبه جرات لي مورا واحد البقره كتعطات لنا، واحد المره عاوتاني واحد الكاني جرى لي مورا واحد العيس تيتو وقع ديك العيس كيطيح وتكربش. مهم وجا باباه وجا خاه، مهم واحد كارثه ما فيها ما نعاود لكم، مصيبه. مهم وقعوا ياكر بزاف، ولكن دابا الحمد لله وليت كنرد البال، ما بقيتش كندير الاخطاء. وديك الشيء علاش كنصحكم انكم تردوا البال، حيت راه غادي تكون غادي انت والكلب ديالك ضحك ناشط لعب ما كاين والو، فجاه حتى تلقى راسك في وسط شي مشكل اللي ما دايرو انت لا بيديك لا برجليك وما تقدرش تخرج منه. الله يحفظ مثلا شي مراه حامله يخلعها تطيح لك ولا هادي توقع شي كارثه. هادشي هذا مهم خصكم تردوا له البال الدراري وما تستهونوش به، خصوصا الدراري اللي كيربيو بيتبوليس والروت والكلاب اللي كيكونوا قباحين. دائما الكمامه ودائما شد الكلب عندك حتى تخرج للخلا عاد طلق له يلعب. واذا كان عندك الكلب قبيح وكيعض من الاحسن يا اما خرجوا الصباح بكري يا اما خرجوا بالليل مع الطل، وحاول تمشي بين البلايص اللي هما بعادين وما فيها باس. الا خليتيه السلسله ديالو كيجرها باش حتى الا وقع ما وقع تقدر تنقذ الموقف. المهم كاينين بزاف ديال الاحتمالات، هادشي جبت لكم غير شي حوايج اللي دازو شي طرائف. دابا بقى نعاود لكم الطرائف ديالي اللي كانوا كيوقعوا لي مع الكلاب، شي حاجه اش نقول لكم؟ عفوا لا يلا يلا ايه هاي يلا كل هاي شوف مربوط وزيد تهنيتي هاجي ايس 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 ياه اه صار صابر من هنا ياسر عيط له عيط له اه هو راه مشى هو هيدا هو هيدا صبر باش نمشي نجيبو. شنو كدير روكي؟ روكي لقى الصوفا وكيلعب بها كيقطعها وكيلوحها كيغزلها. كليبات ديالنا جاو الطليلة ايس مشى ما عرف فين مشى، ومشى كريم يجيبو. ايه اجي اجي بصمة شبرهم هاكاك بصمة الله يرضى عليك. كانوا ماشيين هو بصمة يشبرهم. المهم هنايا خليهم واقفين في الطليلة حيت الكلب راه ما كيبغيش الشمس بزاف. تبقاو تردوا البال مع الكليبات ديالكم عاوتاني فحال هاد الاغلاط. وانا راني ديجا عملت واحد الغلط وكانت النتيجه ديالو هو انها توفات لي كليبه اللي هي كتسوى غاليه، شاريها ب 7000 درهم وكانت توفات غير بغلط بسيط انني خلفت بها في القايله بزاف. وهما ديك لاراس ما كيستحملوش القايله عليها ضعت فيها غلطة عمرني نعاودو ان شاء الله. صافي يلا سير اجي روكي يلا زين. روكي عليها كان ديك الصوفا كيفرشها سي ناس عليها. دابا ندبر له شي هدورة بقي ناس عليها. شدود هاديك الطريق منين الهدوء؟ المهم زيد انت اللي كتعرف الطريق. ود لحا مشا للدجاج ديب ديب. انا قلت لك ديب شو غنشر غنشر يما مع هادو. شوف له شي بلاصه تما
بصمة وقيلة تكتف. لونا لونا الشيطانة. هو روكي باقي كيفرش بلاص روكي. عايز انا قلت لكم هذا داير فحالو فحال الديب، شاف الدجاج ديال عباد الله ومشى ليلو. حنايا عاد كنهضروا عليها ياك، يلا قلتها لكم الدراري ردوا البال مع الكلاب ديالي اربطوا مع هذيك كاع. بوبو سما هو اللي كيتحكم فيهم. اربط يماه مع هذيك الصفرة لا تما يجيو قرابين بزاف. وين ندوزو دابا؟ المهم الدراري هانتوما شفتوها الخريجة كملات، دابا الكليبات غاديين فيهم بحالهم الدار. المهم كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بحال دائما، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي شوية بعض النصائح اللي عطيتكم. ومهم بالنسبة لي إذا كان شي واحد أول مرة يتفرج في الفيديو ديالي كنتمنى ما يخرج حتى يتابونا معنا وينفعل مع الجرس، والناس اللي هما مدعميننا وكان متبعيننا ولي الاوفياء ديالنا كنتمنى منهم انهم يبارطاجيو ليا القناه ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي ديالهم ويتعاونوا معنا باش لاشين تزيد طلع شي شويه. الحمد لله لاشين راه طلعت وراه مشات مزيان، وهادشي كامل كيرجع للفضل ديالكم، وهادشي كامل كيرجع لكم نتوما. كما كنتوش نتوما اللي ساندتوني وتعاونتو معايا كوراني، دابا باقي ما وصلتش حتى 100 ابوني، ولكن الحمد لله باللباقه ديالي والتلقائيه ديالي قدرت انني نكسب القلوب ديالكم وديكشي باش تعاونتوا معايا ودعمتوني باش وصلت انا لهذا 44000 ابوني. راه ماشي سهله انك توصل لها في ظرف شهرين، ولكن دابا الحمد لله الدعم ديالكم هو اللي وقفنا. مهم كنشكركم بزاف وكنتمنى دائما يبقاو الفيديوهات ديالي يعجبوكم. وبالنسبه للناس كيعيطوا لي مساكن شي ناس كيقولوا لي عندك توقف هذا الشيء وراه حنا التبرينا بك وراه حنا كذا. المهم راني كنوعدكم باستمراريه ان شاء الله، وكيف ما كانت الظروف راني غادي نصور وغادي نشارك معكم كاع المهم كاع الولاعه ديالي وكاع الظروف ديالي كانت خايبه ولا زوينه ان شاء الله نبقى نشاركها معكم. المهم دابا خليتكم على خير والسلام عليكم.